لا لا حطو لا راح هم تحية العالم مستعد أرسلوا شعار الله الوطن الملك كان هذا تحية للعالم الوطني وأداء النشيد الوطني هذه السنة تميز هذه العملية الاحتفال بتحية العالم وأداء النشيد الوطني بمشاركة مجموعة من الأطفال والطلبة نذكر على أنهم ينتمون إلى مدرسة عبد السلام الوزاني هذا الحفل المبارك يتلوها على مسامعكم مقرئ من رجال الأمن الوطني حاصل على دبلوم دراسات العليا وأنا أصر على أن أذكر هذه الشهادة حاصل على دبلوم دراسات العليا في العلوم الشرعية المقرئ عبد الحق زعفان وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.